هل سائق السيارة ساق سيارته بسرعة أدى ذلك إلى حادث وتوفي هل يسمى منتحرا؟ السؤال أريده عليك كما أردته على الأخ اللي سأل عن شرب الدخان، هل أسرع ليموت؟ لا، إذن ليس منتحرا لكنه أخطأ. كل ما كان سببا للهلاك يجب على الإنسان أن يتجنبه، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. وقد استدل عمرو بن العاص بهذه الآية على أن الإنسان إذا تعرض للبرد الذي يخشى أن يمرض منه فقد دخل في الآية، فإن عمرا بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سرية فأجنب، وكانت الليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أنيابه موافقة له على استدلاله بهذه الآية. نعم.